السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنحاولوا نديروا درس لوبتيك جيومتريك. لوبتيك جيومتريك يعني درس تخي فاسيل، مي كيبغي الخدمة. دونك باش يجيك فاسيل خاصك تخدم، ما خدمتيش غيجيك دي فاسيل. بيان، دونك غنبداو بأول شابيتر اللي هي لو برانسيب دو لوبتيك جيومتريك. لوبتيك جيومتريك شنو هما؟ هو البصريات الهندسية، يعني البصريات الهندسيه. دونك شي حاجه اللي كتشوفها وغنديروا ليها الهندسه ديال، يعني هندسيا كيفاش كيوقع هذاك الشيء. دونك باش نفهموا اكثر على بركه الله نبداو الدرس. دونك غنبداو باول بارتي اللي هو لو برينسيپ فوندامونتال دو لوبتيك جيومتريك، يعني المبدا الاساسي اللي قام عليه البصريات الهندسيه. دونك عندنا جوج ديال لو تيست. Première test, le fuseau lumineux peut être décomposé en une infinité de rayons lumineux que l'on peut étudier de manière indépendante. Bien. كي يقول لك هذا المبدا الاول، كي يقول لك باللي الضوء يمكن تقسيم الضوء الى عده اشعه بحيث يمكن دراسته على حده، يعني يمكن الضوء يتقسم الاشعه. دونك نعطيو اكزامبل، مثلا نعطيو اكزامبل ديال باسوار باللغه العربيه هي المصفات. المصفات دونك غادي ناخذ واحد الباسوار على هذا الشكل. هاد الباسوار بحال اللي قلتي كيكونوا فيها يعني دي بوان تقعد، يعني بيان. غندير واحد ليكرو هنا اللي غنشوفوا فيها. بيان، دونك ليكرو هاد ليكرو غادي نشوفو فيها. دونك هنا غنديرو واحد لو بيل مثلا. بيل مثلا بيل يا هاد لو بيل غيعطينا الضوء، غادي يسلط لنا الضوء على هاد الباسوار. يعني هنا كيكون كونتيني الضوء، يعني كونتيني كيفاش غادي يخرج هنا؟ غادي يخرج من هاد الثقب، غادي يخرج عبارة عن لي غايون. دونك غادي يخرج، غيبان لينا في الشاشة عبارة عن لو غيون، يعني غيون غتبان لينا غير دو بوان كاينين في ليكخون. بيان، كنتمنى يكون واضح. دونك هذا هو المبدأ الأساسي ديال لوبتيك جيومتريك، يعني البرانسيب فوندامونتال ديال لوبتيك جيومتريك. بروميير تيست كيقول هاد الشي. دونك يعني يمكن تقسيم الضوء إلى عدة أشعة يمكن دراسته على حدة. مي لو تيست التاني كيقول لك لي غيون ليميني سو بروباج أون لين دغوا دون لي ميليو هوموجين. يعني بحال اللي بغيتي تقول ميليو متجانس، يعني وسط متجانس. وسط متجانس مثلا بحال لو لاغ الهواء، يعني اولا الماء، اولا مثلا الفيغ الزجاج. دونك هادو ميليو هوموجين، يعني متجانسة كيكون فيها لانديس ديالهم يعني كونستانت. دونك كيقول لك بان لو غايو ليمينو se propage en ligne droite dans le milieu homogène. Yani, le rayon qui tmer fi le milieu homogène
مثلا عندنا واحد لي ميليو اوموجين. دونك الأشعة تنتشر بواحد مستقيمية، يعني ما كتغيرش الخصائص ديال دونك. كتمشي بحال دابا، هدا درتي واحد الليزر، هاد الليزر مثلا ديال أزرق، مثلا هذا أزرق، وصيفتي في واحد الميليو اوموجين، ما غاديش يعني ما غاديش ينكسر ولا هادي، غيبقى غادي دغوا. دونك غادي يمشي مستقيم. دونك كتنتشر الأشعة الضوئية في خط مستقيم في وسائط متجانسة، يعني أي وسط متجانس راه كتنتشر فيه يعني الأشعة بشكل مستقيم. دونك يعني راه ساهل بسيط. دونك نفس هكا. دونك نتمنى يكون واضح كيف ما قلت لكم المبدأ الأول، المبدأ الثاني، هادشي كيفاش يمكن لينا يعني المبدأ الأساسي اللي قام عليه لوبتيكتومتخي، يعني لو ما كانش دار هاد الأشياء وافترض هاد الأشياء دونك ما غاديش يقدر يدرس لنا البصريات الهندسية. دونك ما البصريات دونك هادو كيسهلوا عليه. دونك لا قلت لك مثلا البيل كيسط لينا واحد الضوء، دونك الضوء نقول لك درست لك الضوء اللي كيسط الضوء، دونك صعيب، دونك خصك تحولوا إلى أشعة. كنتمنى يكون واضح. دونك كنمروا واحد الغابيل، غابيل يعني هادشي عارفينو، مي غادي نعاود نذكر بيه. لو ميليو هو الوسط. هاد لو ميليو عندنا ترونسبارو. ترونسبارو كيفاش؟ ترونسبارو هو واحد الوسط كيسمح بمرور الضوء بهذا المفهوم. يعني واحد الوسط مثلا هذا نيت، ياك لا درتي واحد الليزر كيسمح ليه بانه يمر، يعني ما كيمنعوش ما كيحبسوش. دونك مثلا درتي مثلا الخشب مثلا ودرتي واحد الليزر، دونك ما غاديش يدوز في الخشب، يعني داك الخشب كيمنعو باش يدوز. ولكن اللي درتي في الهواء، الهواء حتى هو راه ميليو، دونك شنو كيدير؟ كيدوز، كيسمح بالمرور. هذه هي ترونسبارون. اوموجين كي الله كنا دابا، اللي هو متجانس، يعني كيف ما صيفطتي كيمشي دغوا، يعني ما كنحارفش. دونك ايزوتروب، ايزوتروب يعني بحال اللي قلتي ما كيوقعش الانكسار، يعني ماشي كيمشي بحال هكا وكيجي هنا وكيدير كي الميليو كيدير ليه هوك، اولا كيدير ليه هوك، اولا كيدير ليه هوك وكيخرج عندك بحال هكا. دونك لا، هذا ماشي ميليو، خصو يخرج صيفتي دغوا، خصو يخرج دغوا، خصو يخرج دغوا. جان دونك ندوزو لا بيريود. لا بيريود هو باللغة العربية هو الدور، الدور هو التي. يعني كيفاش الدور؟ الدور مثلا عندك واحد دائرة، ياك مثلا عندك واحد الشيء هنايا، واحد الجسم خصو يضرب دورة هذيك هذيك المدة. دونك يعني المدة الزمنية لازمة لقطع دورة بهذا المفهوم. يعني الدور هو هذيك الدورة، المدة الزمنية اللي خصو يستغرقها هاد الجسم باش يضرب الدورة ويرجع في المكان اللي كان فيه. دونك خصو يضرب هاد الدورة. دونك مثلا هنا عندك إيغ، ياك إيغ. دونك شناهو المحيط ديال الدائرة؟ هو دو بي فوا إيغ. دو بي فوا إيغ هي المسافة. دونك المسافة دو بي فوا إيغ، دونك لا فيتاس ديالو هي تي سيغ دو بي فوا إيغ. دونك تي إيكالا في fois de p fois r. La fréquence. La fréquence هو التردد، كي نرمزو ليه ب f إيكالا a sur t. كيفاش التردد؟ يعني بحال اللي قلتي التردد، بحال اللي قلتي عدد الدورات في الثانية. مثلا هنا شحال دابا مثلا كيدير لك مثلا تي، مثلا تي كيخرج لك تي ايغالا مثلا غدير لو فيتاس والحساب ديالك يخرج لك مثلا 5 سكوند. دونك تردد اف ايغالا 1 سور تي ايغالا 1 سور 5، ياك اللي غادي يساوي لينا بحال اللي قلتي عدد الدورات في الثانيه. دونك بحال اللي قلتي هنا يلاه كيدير خمس دورة بس كيدير في الثانية، خمس دورة في الثانية، هذا هو المفهوم. دونك هنا بحال دابا كنا درنا مثلا درنا هنا
1, donc 1 sur 1 égale à 1. Donc la fréquence égale à la période. Donc elle est qui drap d'orafchenia. Bien. La longueur d'ordre. يعني هو بحال اللي قلتي لا لونغور دو، يعني هو طول الموجة. طول الموجة مثلا عندك واحد الموجة غادا بواحد السرعة، مثلا واحد الموجة ضوئية واحد الشعاع غادي بواحد السرعة. دونك لو في ايكالا تي بيريود سيغ او لا لامدا سيغ بيريود سيغ اف سيغ تي. هنا راه قلبتهم الفيتاس كتكون المسافة على المدة الزمنية. دونك هنا دو بي فواغ سيغ تي، دونك تي ايكالا دو بي فواغ سيغ في. دونك طول الموجة يعني الطول اللي كيقطعو خلال واحد المدة الزمنية، هذا هو المفهوم. دونك لا فيتاس دون لو فيد، لو فيتاس دون لو فيد يعني هي السرعة في الفراغ. الفراغ يعني ما فيه، ماشي كنقول لك الفراغ يعني ما كاينش اي شيء في الفراغ. بحال اللي قلتي مثلا الفضاء، في الفضاء كاين غير الفراغ وما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا هواء لا والو. الهواء راه ماشي فراغ، فراغ هو ما كاين حتى شي حاجه. كي تكون لو فيتيس ايغال 3 فوا 10 على بويسونس 8 متر فوا سكوند موان زان. دونك بحال اللي قلتي لو فيتيس ديال اي شيء في الفراغ هي هاد السرعة، هي حسبوها العلماء. هو تقريبا ماشي بالضبط هادي تخوا قيلا في أولادو في فيرغيل ناف شي حاجة، دونك هما دارو تخوا. بيان دابا ندوزو لانديس. لانديس مهم، لانديس دو ريفراكسيون دو ميليو سيكري ان ايكالا سيغ سيغ في، ان سيغ في هادي ديفينيسيون، ان ايكالا سي سيغ في. يعني لانديس بحال اللي قلتي واحد الشيء اللي كيميز واحد لي ميليو، واحد الوسط. دونك مثلا في الهواء، الهواء ان ديال او اي لقاو ايكالا تقريبا اه نفسه بحالو، بحال اللي قلتي بحالو ديال بحال لو فيد. ما حيت لي فيد هو ان ايكالا سي سيغ في سي ايكالا بيان. دونك نتمنى يكون واضح. يعني في الهواء لقاو ايكالا تقريبا اه 1,60 وقيلة شي حاجة، ولكن ما افترضوا بأن مثلا في ال أدلير لو هو الماء، ان ديال لو إيكالا تقريبا وقيلة 4 تيغ، يعني 1,33. بيان. دونك نتمنى يكون لحد الان الامور واضحه.